مهم كمان من الاخبار المهمه يعني ان هو طمنا على اللعيبه وعرفنا بالظبط مين اللي ممكن يشارك ومين لا، واحنا اكيد برضو في انتظار القائمه النهائيه من باتسو موسيماني. ان شاء الله كل التوفيق للفريق باذن الله، يعني عندنا امل كبير جدا ان شاء الله في الفوز. بس ورا بعض الماتشات يعني لا ده شيء صعب، يعني ايه ده ضغط يعني ده احنا فرهدنا من المتابعه، ما بالك اللعيبه نفسها عامله ازاي، ربنا يعينهم ان شاء الله. هو على الكل طبعا، بس في ضغط كبير، وخصوصا ان احنا بنتكلم كمان بعد ثالث العالم، ويعني قصدنا لهذا اللقب اكيد بتبقى راجع الاول معنوياتك مرتفعه بشكل كبير، لكن انت منهك، فيعني اكيد في ضغط كبير على اللعيبه وعلى النادي، لكن باذن الله يعني تكمل المسيره بالبطوله باذن الله. خليني بقى اروح مع حضراتكم لنقطه ثانيه، وهي فكره هنا بقى الاجراءات الاحترازيه وكوفيد 19، لان زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه يعني فكره طيب خليني برضو أقول لحضراتكم على نقطة، لأن دلوقتي الإعداد بيبلغنا يعني على التأكيد على فكرة هنا سلبية كل اللعيبة، لأن دي نقطة مهمة جدا. يعني المسحة دلوقتي يعني الحمد لله أصفرت عن سلبية لكل اللاعبين، وأعتقد دي نقطة في غاية الأهمية.